نظم عشرات من سكان قضاء السوير في المثنى وقفة أمام دائرة الكهرباء احتجاجا على انقطاع الطاقة المستمر، وطالب المحتجون بإقالة مدير الكهرباء في القضاء وتحسين واقع التجهيز والالتزام ببرمجة تشغيل بواقع ساعتين بساعتين مع ضمان عدم تقطع التيار أثناء التجهيز، متوعدين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. مطالبنا أولاً قالة حيدر داخل مدير كهرباء السوير، لأن الرجال مقصر جدا 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 مقصر. عندنا نطالب 87 محولة حصة السوير، يوميا جت ماكو، لحد الآن ما نعرف مصير 87 وين. 87 محولة عندنا، محولات جهزوها عمي، اربط العالم، اربط البيوت، ما يربط الا جباية. عم هاك جباية؟ لا ما نربط. بيت واحد مثل ما يدافع جباية الا يجوا بالبيت، ابو البيت انا قطع المواطن. نطالب بتجهيز القضاء ب 87 محولة، لحد الآن ما طلعت، وقالت مدير صيانة كهرباء السوير وإذا لم تتم هذه المتطلبات ستكون لنا وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح وخيم إن شاء الله قادم. طالبنا حبيب الكهرباء، نرجع للكهرباء، موضوع الكهرباء يعني بالليل تعطيها ساعة ونص ساعتين وضعيفة، العداد يقرأ 170-160 مخفضها ليش؟ الفولتية ليش 170-160؟ ليش ما تقول لي ليش؟ شنو السبب؟ الأعمدة وقع طاح راح ظالين بهالموال، نفط ماكو؟ اكو نفط خير من الله. وهاي رسالة للشيع السوداني ربما توصله، يا أخي يا أستاذ يا شيع السوداني، ولو ما يخلونك تشتغل، ندري ما يخلونك تشتغل، بس حاول بير نفط خلي يولي.